إبراهيم غالب كمان أيضا، حسين ممتاز السهلاوي الاستلام والتعادل للنصر، التعادل للسهلاوي في الدقيقة 22. حسين عبد الغني يصنع هدفا نصراويا، يلعب كرة بين قلبي دفاع النادي الأهلي ويستلم محمد السهلاوي، يستلم بالراحة وبالهدوء ويلعب كرة بيسرى على يمين ياسر المسليم اللي وقف يتفرج عليه حقيقة، ياسر المسليم والكرة في المرمى، هدف نصراوي أول وهدف التعادل. هذه عادة مرة أخرى تمريرة في العمق ممتازة، حسين عبد الغني بكرة بالمسطرة، بالمسطرة لمحمد السهلاوي، خرج من خلف كامل الموسى ومن أمام أيضا ديفين البيشي واستلم وسدد باليسرى، هدف التعادل لصالح النصر في المباراة، هدف التعادل في الدقيقة 22.